جينا لتاني لعبة ترابيزة، ومعانا بقى الأستاذ ياسين والأستاذة خديجة، وهنشوف هيعملوا إيه ومين هيدخل أكبر عدد كور في الكوبايات. جاهزين؟ جاهزين. يلا كل واحد يمسك كورته. ريدي ستيدي أند جو. يا متأني، أول كوباية عند خديجة. بالراحة بالراحة. أيوة برافو برافو. أول كوباية عندي. أول كوباية عندك. أه لو عملتها بالراحة شوية ممكن تخش. الله، تاني كوبايه. برافو يا ديجا، ركزي، انت كنتي ماشيه حلو. بالراحه شويه. ها ايوه ماشي، كانت هتيجي. يلا يا ديجا. ايوه يا ديجا، تاني كوبايه عندي ديجا. تعادل. تالت كوبايه عندي ديجا. رابع كوبايه عندي ديجا. ايه يا سي، ركز يا سي. خلصوا ولا ايه؟ خامس ديجا. خلصت كورك؟ خلصت كورك؟ خلص كوره كده. ديجا خلصت كل الكوبايات وكل الكور، والاستاذ ياسين وقع كوبايتين بس يعني جود جوب. وكده برضو يبقى الفريق الاحمر هو اللي لسه مستمر وبيكسب على الترابيزه. تعالوا نشوف اللعبه الثالثه هتكون ايه. برافو.